احيانا بتظهر تحديات واحنا قاعدين بن بن بنخلق شكل جديد للعملية السياسية والاستقرار داخل العراق، خاصة اذا كان في العراق او حتى في سوريا او ما يحدث في ليبيا او ما يحدث الان للاسف الشديد في اليمن، مسألة ما بعد الحرب، نزع السلاح من داخل البيوت والمنازل والاسر وما الى ذلك، مسألة شديدة الصعوبة، وخروج قوات التحالف الدولي ورفع يدها السياسية ان حاولت التدخل في الشؤون السياسية الداخلية ما بعد الحرب أو ما بعد الأزمة. العراق كيف أولا سوف يواجه مسألة نزع السلاح من داخل المنازل؟ أنت ذكرت قضيتين، القضية الأولى نزع السلاح وجمع السلاح من أيدي المدنيين، هذا الأمر شرعت به الحقيقة، شرعت قبل أيام في بغداد، صدرت أوامر من السيد القائد العام للقوات المسلحة بجمع الأسلحة الموجودة لدى المواطنين في مدينة بغداد، وطبعا هذا سيعمم هذا القرار على باقي المحافظات الأخرى. أما فيما يتعلق بقوات التحالف فلا توجد على أرض العراق أي قوات أجنبية، قوات التحالف تدعم العراق جويا ولوجستيا واستخباراتيا، أما من يقاتل على الأرض فهم العراقيون لا غير.